وعلى هامش زيارته للبحرين، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة المنامة مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين في افتتاح المبنى الجديد بمطار البحرين الدولي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن مشروعات تجديد مطار البحرين ستعزز من دعم البحرين في قطاع خدمات النقل والشحن الجوي الذي توليه الدولتان الشقيقتان أهمية كبيرة في إطار المجالات المتعددة للتعاون الثنائي بينهما. المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بداية أن أرفع لمقام جلالتكم السامي أسمى آيات الشكر والعرفان لتشريفكم لنا بزيارة مطار البحرين الدولي وتكرمكم برعاية تدشين مبنى المسافرين الجديد الذي يعد أضخم المشاريع البنية التحتية في قطاع الطيران المدني، ويمثل نقلة نوعية لمستوى الخدمات ومرافق المطار البوابة الأولى لمملكة البحرين. لقد تم تنفيذ هذا المشروع في فترة قياسية تعد الأسرع في بناء المطارات على مستوى العالم. بدأ في أبريل 2016 وتم الانتهاء من المرحلة الإنشائية في بداية 2020 بدون مشاكل تذكر وفي حدود الميزانية المعتمدة للمشروع. في السنة الأولى من المشروع من تشغيله حاز المطار على عدد من الجوائز العالمية على أعلى المرجعيات العالمية للتصنيف، فقد حصل المطار مؤخرا على جائزة أفضل مطار جديد في العالم، بالإضافة إلى تصنيف مطار